السلام عليكم ورحمة الله. في قناة عبد السبور، مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. جمعة مباركة لكل مسلمين الجزائر وكل مسلمين العالم داخل الوطن وخارج الوطن. جيتكم اليوم فيديو فيه واش تكلم الغندور وأكد أنه الجزائر 300% أنه لازم هي اللي كانت تنظم كأس إفريقيا، عندها منشآت. تكلمت كثير، تكلم سما، خليت لكم واش تكلم على الجزائر والقوة تاع الجزائر والرهيب باش تنظم هذا الكاس الافريقيه. وجبت لكم تقرير تاع بين سبورت يا على الملاعب المغربيه، على الملعب المغربي اللي احتضن فيه كاس العالم للانديه الماضيه فقط، اللي صارت فيه تبهدله على كل حال. وجبت لكم تقرير على الملاعب الجزائريه صغير، تبعوه فيه المساحه تاع الملاعب وفيه حتى شحال يسع الملعب من الجمهور. وجبت لكم الكذبه تاع فوزي القجع اللي كذبها مع الاخر، راح تندهشوا على كل حال، صدقوني غير تندهشوا. لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا واش نقول، تابعوا معنا الفيديو، ما راحش نقاطعكم، راح نشوفوا الفيديو كيف كيف. الملاعب، لكن اعتقد يعني ما اعرفش، هل ممكن خلال 4 سنين الدول دي تقدر انها تعمل بنيه تحتيه جيده؟ لكن هي دلوقتي انا من وجهه نظري يعني مش متاح ليها انها تقدر تنظم. صحيح، انا اتمنى، انا من وجهه نظري اتمنى الجزائر تحتضن البطوله دي، لان انا متاكد ان الجزائر قادره بنسبه 300% على تنظيم بطوله اكثر من رائعه. يعني الجزائر امكانياتها البشريه الماديه قدرتها على بناء منشات، تواجد الفنادق، الجمهور عاشق لكره القدم، المواصلات، كل حاجه. انا من وجهه نظري الجزائر البث التلفزيوني كل حاجه، انا شايف ان الجزائر يعني الفتره الاخيره دي لابد ان يكون لها تواجد على مستوى التنظيمي في كل البطولات الافريقيه. والله انا يعني مش حابب اتكلم في المواضيع دي، مواضيع حساسيه، لكن انا شايف، انا بقول قولا واحدا، لابد ان الجزائر تاخد فرصتها وقدراتها في تنظيم البطولات الافريقيه. يعني الجزائر بلد كبيره وبلد قادره على تنظيم كل البطولات، وياما شرفتنا بكاس العالم وبتمتلك امكانيات لعيبه على اعلى مستوى، يعني قدرات اللاعبين هناك سواء المحليين او حتى المحترفين. وبالتالي انا شايف ان لابد ان الفتره اللي جايه يكون للجزائر نصيب في تنظيم هذه البطولات، واتمنى ان الاتحاد الافريقي ان يكون اكثر شفافيه في طرح المواضيع ولاستقطاب البطولات فيما هو قادر ان شاء الله. ما كنتم معنا على كل حال، هذا الفيديو الاول تاع الغندور، او تكلم واعطونا رايكم على كلامه. قال لك الجزائر 300% قادره تنظم كاس افريقيا هذه اللي راهي جايه، لكن الان راح تشوفوا ملاعب الجزائر اللي راهي على ارض الواقع، راهي على ارض الواقع. هذه الصور ماهيش كما يقولوا ماكات، كما يصوروا فيها ماكات هكذا ويحطوا يقولوا هذو هما منشات المغرب، هما مازال ما كاش والله ما كاين، صدقوني اللي راهم يشوفوا فيها والله هاد الملاعب اللي تشوفوا فيها ماكات ما كاش. تابعوا معنا الملاعب على ارض الواقع في الجزائر، وبعدها ملعب اكادير اللي راهو مازالو صحراء هو اللي راح قال لك ينظموا فيه مباريات كاس افريقيا. تابعوا معنا الفيديو وما نقطعكمش ان شاء الله. الملعب هاتفي مولود هاتفي يحتضن العاب البحر الابيض المتوسط على كل حال، اما هاكو شافين عليها وجازت ونجحت 100%. ملعب نيلسون مونديلا ستاديو، تابعوا معنا. هاو ملعب الراقي، المساحه الاجماليه 42 هكتار. ليست ماكاتا، ملعب حقيقي على ارض الواقع، دوك جست عليها على كل صلاة الجمعة. يستوعب 40,000 مقعد، 40,000 مقعد، يستوعب 40,000 مقعد.
ملعب الدويرة، دويرة ستاديوم، الأشغال فيه فقط 80%. هاوليك يتربع على مساحة إجمالية 35 هكتار. الأشغال فيه كما قلنا 80%، تجاوز 80%. على كل حال أنا نجوز عليه يومين ثلاث أيام في الأسبوع، نجوز من تم الصحراء كما راكم تشوفوا الداخل خدموا الكراسة. هنا الصور كانت مازال ما خدموش، لكن الداخل الكراسة قاعد خدموا، جاو بالأخضر وبالأحمر وعلى مولودية الجزائر، يستوعب 40,000 متفرج. وخلينا قاعة على الصحافة وفي حوانة تسمى الناس وين تحب تشري وين تحب تاكل، كل شيء كل شيء. هذا ملعب الدويرة، ملعب 5 جويلية 1962 راح يوسعوا فيه. على كل حال راح يولي ان شاء الله توسع ديالو، سيتم تغطيته هذه الايام، راح يبداو التغطيه ان شاء الله. هاو كيفاش راح يولي هذا ماركت تاع كيفاش راح يستوعب، راح يوسعوا ليصل الى 80,000 مقعد، اكبر ملعب في الجزائر. ملعب تيزي وزو التحفه الذي يحتوي على مصنع الداخل، قلتها وعاودتها، مصنع ريسكلت سما بلاستيك ومنها تم يتريسكل. على كل حال المساحة الإجمالية قلت 50 هكتار المرة اللي فاتت، وهي 60 هكتار، عفوا 60 هكتار. هكتار يعني 10,000 متر، هكتار واحد يعني 10,000 متر مربع. هذا يستوى هذا في 60 هكتار. شوفوا الملعب يستوعب 50,000 متفرج، 50,000 مقعد على أرض الواقع، نقولوها ماشي ماركات، هذا ملعب على أرض الواقع، من أجمل الملاعب في إفريقيا، ولما لا يضاهي ملاعب في العالم. شوفوا الملعب تاع تيزي وزو شعار، هذا الدرون ليس ماركات، نزيد نعاودها، الدرون من فوق الملعب، الناس لا يجوز على تيزي وزو راهي تشوفوا. هاو الملعب جديد كما يقولوا في الصاشي، في منطقة خضراء، شوفوا في الليل الله يبارك. كل هذه الملاعب، كل هذه المنشآت الله غالب. الكولسة 5 ملاعب مغطاة بالجزائر، 5. تابعوا معنا هنايا باش ما نطولوش عليكم. الملعب الأولمبي ميلود هدفي، هنا نحبس. الملعب الأولمبي ميلود هدفي وهران 40,000 مقعد، ملعب نيلسون مانديلا 40,000 مقعد، ملعب الدويرة 40,000 مقعد، ملعب 5 جويلية 62 80,000 مقعد، ملعب تيزي وزو 50,000 مقعد. الإجمالي على ما أظن كي نحسبوا شحال من المقعد كاع في الملاعب 250,000 مقعد. الجزائر جاهزة وكانت مهيئة باش تنظم هذه الدورة في أرياحية تامة. لكن دوك تشوفوا تقرير على ملعب المغرب اللي مازال، شوف على كل حال ما نتكلمش، نخلي الصوره هي تتكلم، احنا ما نامنوش بالماكات. كتبوا لنا هذا هو الملعب اللي راح يكون، احنا نشوفوا ارض الواقع، ارض الواقع اللي يكون معايا منصف، اسكت امن بالماكات ولا بارض الواقع؟ انا نامن بارض الواقع، نشوف واش تشوف عيني، ليس واش دارت الماكات. تابعوا معنا الفيديو وزيدوا معنا نعلقوا على ملعب اكادير العالمي الذي سيحتضن مباريات كاس افريقيا، الصور متداوله. الخضره ديرنا بعيد على المدينه، شوفوا معنا. وتقريبا برج المنطقة مراكش تاعها كاين واحد نص ساعه، وهنا كاين واحد الدير كبيره الخضره فيها الشجر، الشجر اذا كان كبير ديال الرجيم بالنسبه للناس اللي بغات تجي برج. يبعد 50 اسمعوا معنا هنايا. على كل حال ملعب اكادير ما يبعدش بزاف على مراكش كيما راهو يقول، انا ما نعرفش المنطقه مليح، لكن شتوا طرق ما كاش، كل شيء صفر، مازالوا تراب. وقال لك راح ننظموا كاس افريقيا، اسمعوا القجع واش يقول وكيفاش يكذب علينا كذبه، والله العظيم غير وجعني قلبي هنايا. على كل حال ان شاء الله احنا غادي نديروا كان مستوى راقي كاس العالم. تقرير بين سبور، نخليه هو يتكلم من بعد نتكلم. هناك مثال يقول عندما تكون الأمور على حالها تسير فدعها كما هي، وعندما تنجح في شيء في مكان معين فلماذا التغيير من أجل التغيير؟
كأس العالم للأندية بالمغرب بين النسخة الماضية والحالية. من أجل الحديث عن هذا وجب عليكم ارتداء بدلة العوم لأن الكلام قد يبحر بنا في مياه ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. مباراة كروساسول المكسيكي وويسترن سيدني الأسترالي عرت كل أوراق التوت التي كانت تخبئ المستور حول ملعب منذ زمن طرح أكثر من علامة استفهام. قالوا إن ملعب الأمير مولاي عبد الله خضع للصيانة، وهل الصيانة هي الملعب الجديد؟ قال المغرب أربع سنوات ضوئية على بزاف ديال الدول الإفريقية. إن تكلفة الملعب ككل هي 20 مليون يورو، وأن العشب فيه نال من 20 قرابة المليون. أما النتيجة فهي كما كانت وكما رويت تهكما أو حسرة في صفحات المواقع الإلكترونية دون نسيان سخرية ويسترن سيدني الأسترالي حول هذا الإبحار في ملعب فتح قبل ذلك لمباراة نهائي كأس العرش المغربي وأصدر ستاره بعدها ليظهر بواقع مرير. إن العالم بشيء يعرف أن بطولة ككأس العالم للأندية لا تنزل من السماء في تنظيمها، هي مجموعة حجوزات جوية وبرية تثقل كاهل المنظمين المغاربة عندما تنقل المباريات إلى مراكش دون نسيان الجماهير التي قد تكابد لهذا. ليس هذا هو السؤال، لا، بل السؤال لماذا التغيير إن كانت مدينة أكادير ومراكش كانت في الموعد سابقا؟ لماذا والعالمون بالكرة تقنيا وليس تسييريا يعرفوا أن أرضية ملعب الرباط لها من الصوابق ما يكفي لعدم ترشيحها من بين الأفضل، خاصة إذا لم تحسب العواقب داخل بنك الحيطة والحضر؟ أولا ظروف أننا نخليو الترجليات الأفريقية اللي تكون في عطلة باش تجي المغرب شوف الفرق نتاعها، وغادي تكون موازية لاحتفالات الشعب المغربي بعيد العرش المجيد. وإن شاء الله باش يكون ختام مغامسك شي تتويج مغربي آخر إن شاء الله. أتمنى أن يكون ثالثا في تاريخ الكرة القدم الوطني. هنا فقط حبيت نعرف وش من تتويج ثالث يا فوزي لقجع. أولا شتو فضيحة على الملاعب ديالكم، هذه مقابلة واحدة نهائي درتوه تاع كأس العالم للأندية، شتو وصرة بتقرير بين سبورت، ليس أنا، ليس من صنع التقرير، قناة عالمية بين سبورت هي اللي حطت، بين سبورت هي اللي حطت هذا التقرير. هضرت الواقع أخي، شتو بعينكم، ماشي مانيش نكذب ولا نكذبوا، كل شيء بالدلائل. ملاعبنا على أرض الواقع، بين سبورت دار التقرير على ملعب نهائي كأس العالم للأندية تبهديلة، ملعب في الرباط ولا مانيش عارف، وملعب أكادير ما نهضروش، مازالوا حجر الا لي ماكات اللي رانا نشوفوهم. زيدوا شوفوا الفضيحه الكبرى اللي دارتها فرنس 24 امام العالم كاع، دار الترويج للكاس افريقيا للمغرب بهذا الملعب. تابعوا معنا الفيديو. فرنس 24: من المتوقع ان يذهب حق تنظيم نسخه 25 الى المغرب الذي يتمتع بملاعب وبنيه تحتيه رائعه وجماهير عاشقه للكرة المستديرة. هاد الصورة حطتها فرانس 24، ليس أنا من حطها، أنا غير نعاود نوري للشعب الجزائري اللي ما يتابعش كثير أن نوري له. شوفوا التبهديلة وين وصلت، شوفوا ملعب براقي أصبح هذا ملعب براقي، من قوة اللي كاين الملاعب شابين في الجزائر التلفولي. نعم ملعب براقي أو مولود هاتفي، لا نو براقي، هذايا ملعب براقي ولا هو يروجوا به المغرب. فرنسا 24 روجت به لكاس افريقيا تاع المغرب، لا اقول لها احذفي هذه الصوره وديري ملعب اكادير او ملعب اخر وروجي على روحك، هادو لازم عليهم يبعثوا اعتذار للجزائر، لانه هذا الملعب تعبت عليه الدوله، تعب عليه الناس وتعبوا عليه الناس ودراهم كبار باش تبنى وتجي انت تحط الصوره وتروج للبلد اخر. لا انا اقول لكم من هذا المنبر والله العظيم كولسه كبيرة، كولاسة كما يقول لك بطريقة مباشرة والعالم كاع راهو يشوف. على كل حال أنا أقول لكم من هذا المنبر 2025 راهي
من الان راهم حابين يطبعوها سما يدنوها ل 2026، لانه محال يقدروا يكملوا ملاعبهم من 2025 ولا 2026. صدقوني غير راني نشم في رائحه انه ما راحش تنظم كاع هذه الدوره. هادو ما داروا هكذا غير على جال كل ما هو جزائري، كل ما هو جزائري خلطوا فيه. انا اقول لكم ربي يهدينا، والحمد لله الجزائر عندها منشآت وبنية تحتية. تحية الجزائر، تحية الدولة الجزائرية، وتحية الشعب الجزائري. شكرا لكم، تابعونا بقناة عبدو سبور. سلام.